رغم اختلاف الرأي والمعتقدات، اجتمع الجميع ونسوا المشكلات السياسية والطائفية واحتفلوا بمهرجان هولي. ففي هذه الفترة من كل عام في الهند يجتمع الناس من كل الطوائف والعقائد والديانات للاحتفال بهذا المهرجان، ويرش المحتفلون على بعضهم البعض الألوان كعادة أساسية ورمز من رموز هذا المهرجان. نحتفل بمهرجان الهولي ككل عام بحماس وبألوان وسعادة، والناس هنا متحمسون جدا، ولن نتحدث عن السياسة في هذا المهرجان. مع بداية فصل الربيع يحتفل الهنود بهولي الذي يسمى أيضا مهرجان الألوان. أناس من جميع الطبقات يحتفلون اليوم اقتداء بنصائح رجال الطب التقليدي منذ الأزمنة القديمة، حيث استخدموا في هذا الموسم الثمار والزهور والجذور والأوراق والبذور لصناعة هذه الألوان والاحتفال بها في طقوس بهيجة. لسنا أعداء، نحن فقط متنافسون، نحن اليوم يد واحدة ونتمنى للجميع الحظ في مهرجان هولي. غالبا ما يحتفل بهذا المهرجان سكان الشمال مثل مدينتي ماثورا وفرنداڤان، حيث مسقط رأس أحد كبار رجال الدين الهندوس الذي يحظى بشعبية كبيرة في الهند.